عشاق الشعر كثار ودائماً وراء القصائد، ودنا نتعرف أكثر عن شعرائنا، لذلك اليوم ضيفنا راح نتعرف أكثر عن حال الشباب الشعراء في هذا الوقت. نورنا أكيد ضيفنا فايز مير، حياك الله. الله يطول عمرك. في البداية أمسي عليك وعلى أخوان المشاهدين، الله يسلمك، وأنا سعيد والله بتواجدي عندكم بينكم. الله يسلمك، الله يطول عمرك. يا هلا ومرحبا فيك، أكيد إحنا سعيدين بتواجدك معنا. في البداية إذا بنتكلم عن التحديات اللي تواجه الشعراء الشباب من وجهة نظرك، أكيد كل شاعر أو كل موهوب مثلا تواجه بعض التحديات في بداية مشواره، فياريت تقول لنا شنو إيه هي وجهة نظرك. والله الساحة الشعرية ساحة جميلة ومنافسة بين الشعار وشيء جميل، يعني كثرة الشعار دليل على التنافس، وكل يبي شيء يجيب شيء أفضل عند الثاني. صحيح، ساحة جميلة للأمانة. بالنسبة حق التحديات والعقبات اللي تواجه نقول أي موهوب في بداياته، هل تشوفه أمر طبيعي ولا أمر مزعج ممكن تخلي الشاعر يقولك بس أنا بوقف ما بيستمر؟ شوف في كل صراحة، يعني بداية كل شاعر يعاني من مشاكل، في هجوم، عنده مشاكل إعلامية، يتعرض إلى مشاكل معينة. صحيح. بس مع الأيام يقدر يتعداها بإذن الله، يقدر يتقبل هذه الأمور ويبدي يطور نفسه مع الأيام. ممتاز. لو بنسألك عن وجهة نظرك في سبب تذمر بعض الشباب في المجال، يعني المجالات الفنية مو بس مجال الشعر، إنه بعدم إعطائهم الفرصة والدعم الكافي للشباب دائما، هذا كل ما مثلا قابلنا أحد أو تكلمنا بموضوع معين أو أي مجال دائما نلقى هذه الشكوى أو التذمر، إنه ما حد قاعد يدعمنا وما قاعد يعطينا الفرصة لأن إحنا نطلع مواهبنا. أنت إيش رأيك بهذا الشيء؟ بالفترة الأخيرة كثروا الإعلاميين، الشعار وغير الشعار، فصعب يصير الدعم، فصعب أن تفرق بينهم، فالكل يجنب عن الدعم وهذا يبتعد عنهم. فايز لمانة احنا طماعين، لازم تعرف أن هذا الشيء في أي موهبة تي نحاول نسمع منها. كل لكم والله، السلام كل خير. فتسمعنا قصيدة من قصائدك. حاضر. الله يسلمك، حضر لك الخير. يقول مساء الخير يا أخواني، مساء الخير يا شعار، مساء الخير يا إخواني، مساء الخير يا شعار، حضرت أطرم مسامعكم من الإبداع للأسماع، نحب الشعر والشعار ونكرم خاطر الخطار، إذن يا مرحبا بأبيات ذوي حكمة وذوي إبداع، أحبا داحم الشعار واصنع رسمة الأفكار، وأحبا أكون ذاك النجم ينور من تحت هالقاع، أنا شاعر وهم شعار ولا فينا يدينك صار، ولكن نختلف أحيان وتبقى بالصدور أسرار، وأنا واحد من الأسرار قسى فكرة عليه وفاع ورجح كفه المايل وحارب له رموز كبار، يراكي خوة الطيب ويجنب شلة المرياع ويعد فعول خلق الله ويجيب العلم بالمقدار، يحاول ينصف الطيب ويحاول يكسب الإغناع لكي تعرف مساعينا وتعرف بالرضا أصرار، ولكي تكشف بما من نفس وتكشف ما حدا الأضلاع، سهام الوقت ما زالت تؤنبني مع التذكار، فكيف كانت أخطائي تؤدي بالرضا إشباع، أنا أقسم قسم جازم بأن الوقت كالمجهار، تراقبني نراقبكم ونكشف صفحة الإيداع. سلامتكم. الله، يا مرحبا بالشعار ويا مرحبا فيك. الله يطول عمرك، أنا سعيد تواجد والله بينكم. الله يطول. قصيدة جميلة وصح. الله يخليك، صح الله بدانكم. يمكن الموضوع شوي راح يخليني، لأنه موضوع جميل عادة، يعني المواضيع تكون متعارفة، لكن هذا الموضوع اللي ذكرته في القصيدة جدا جميل. الله يطول. فهذا يجرني للسؤال اليوم، هل أنت تبحث عن المواضيع، خلينا نقول مواضيع تحصل مع فايز فيبدي يحولها إلى قصيدة يترجمها؟ شوف بكل صراحة الأمانة، في بعض الأشياء تجبرك أن أنت تعبر في القصيدة، أن هي القصيدة تعتبر إحساس توصله. صحيح. توصل للمستمعين والمنتقدين عشان يعرفون الإحساس اللي داخلك واللي أنت بتوصل له. صحيح. صحيح. هل تجد أن الشعراء في وقتنا الحالي مظلومين، مو ماخذين فرصتهم، ولا مثل موضوع حلقتنا مساعة تكلمنا عن السوشيال ميديا، مثلا برزت أسماء ما يستحقون أن يعني يكونون في مكانة الشعر، لأنه ممكن يعني بيتين ويلا ما يقدر يكمل أو يكتب الباقي، فأنت شنو تشوف، هل الشعراء انظلموا؟ بالنسبة إلى الشعار، في شعار انظلموا وفي شعار ما انظلموا بكل أمانة، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة ساعدت الكثير الانتشار. صحيح. من تويتر وإنستغرام وسناب شات، فساعدهم إلى الوصول والشهرة. أنت تشوفهم بمنظور إيجابي بأن هي تساهم ب هي تساعد إلى وصولك إلى الشهرة والغاية اللي تبي توصل له. بس في بعض الأحيان نشوف البعض يعني حامل لقب شاعر لكنه فعلا ما هو شاعر، طلع من السوشيال ميديا والكل يشهد بأن مثلا القصائد ركيكة من ناحية الأبيات وطريقة الإلقاء. فوجهة نظرك اليوم أنت كصاحب موهبة فعلية، فعلا لما تنظر أحد ثاني مشهور وماخذ نجومية أنت يمكن كنت تستحقها، هني شنو راح يكون موقفك؟ بالوقت الحالي
المجاملة أخذت أكثر من حقها. فلو يجي شاعر يدعي بنا شاعر وهو مو شاعر يصفقوا له ويقولون شاعر، وشعار واجد في الساحل. صحيح. فالمجاملة صارت أمر مفروض علينا كلنا. لكن صاحب الموهبة أكيد بالنهاية صاحب الموهبة يفرض نفسه بالنهاية. صحيح. إذا ودنا نسمع قصيدة ثانية. حاضر حاضر. يقول خلك مثل ما كنت، خلك مثل ما كنت، لو كنت ما كنت أجمل ثلاث أشياء شفته بحياتي، نورك ووجهك وابتسامة شفايفك يغلى من سهام المحبة بذاتي، رضيت في حسنك وزينك وملمسك، وخليت لك واقع على ذكرياتي عشان أعيشك عمر وأموت لك أنت، أبيع عمري لك بأربعة جهاتي، أجامل العالم ولقدر أجاملك، وشلون أجامل بسمتي وانسكاتي فحيح صوتي ياكل الشك بالشك، ويقول من هو اللي يسوي سواتي، للحين أحبك وأعشقك وأتمناك، وللحين أعدك شيء من أمنياتي رغم القسى والبعد والشك والصد، أذكرك في كل الدعاء في صلاتي وسلامتكم. الله صح لسانك، صح الله يذكرك الله يطول عمرك. صلاتي هذه يعني الأمانة الله يخليك جملة جميلة. الله يخليك طول عمركم. فعلا إذا بنتكلم عن موضوع دائما الشاعر دائما يقولك الحزن يثير يعني أي فنان، يثير إحساس أي فنان سواء كان رسام أو شاعر أو كاتب أو روائي، الحزن هو اللي يطلع ما بداخل الإنسان، فدائما نشوف الشاعر يتكلم بالحزن والبكاء والحب، شنو رأيك؟ الأمانة الحزن مخاطبة الإحساس على طول. صحيح. مخاطبة صريحة وعلى طول من إحساس إلى إحساس الآخرين. صحيح. الشعر والشعراء، هل اليوم في شعراء مظلومين بالساحة بوجهة نظرك؟ شوفوا أنا أكد أقولك ثاني مرة أن في شعار واجد مظلومين، ظلمهم الإعلام وظلمهم تويتر وإنستغرام، ولكن لكل مجتهد نصيب، كل اللي يقدم اللي عنده والله يوفقهم جميعا إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. أكيد. شنو أسهل للشاعر، الكتابة في بداية القصيدة؟ يعني أول ما يكتب القصيدة أكيد أنت مثلاً تختار موضوع أو موضوع يجيلك كإلهام كتابي أنك أنت تبدع في هذه الكتابة، فشنو السهل عندك في كتابة القصيدة، في بدايتها أو نهايتها؟ أنا والله عاني مشكلة في البداية، في البداية أني أحتار شنو أخلي مقدمة القصيدة. صحيح. لأن ودك تجذب المستمعين من البداية، فما ودك أن تكون البداية سيئة والختام جميل، ودك كل القصيدة تكون جميلة. صحيح. يمكن تكون البداية صعبة لأنك أنت تفكر في موضوع أو تنطر الإلهام الشاعري يجيلك أنك تكتب، فمجرد ما أنت فعلا تكتب كلمة كلمتين تستلهم في جميع الكلمات. صحيح صحيح. فايز كل شاعر ممكن عنده شاعر آخر يسمع له ويروح بعيد معه على قولته، من الشاعر اللي يستهويك؟ شوف تقدر تقول إني راح أنا شوي تهرب من الجواب هذا يعني للأمانة، والله في شعار واجد وكلهم ممتازين، وأنا والله الأغلب الشعار يعني أستمع لهم وإني أدش تويتر وأقرأ عنهم، بس كتحديد لا والله الأغلب أسمع للكل. أي قصيدة جميلة، ما في شعار معين نقوله هو اللي لا نصيب الأسد؟ لا والله ما في. ما في. ممتاز. أكيد مستمرين معاك في القصائد الشعرية الجميلة والكلمات الإحساس، ولكن مشاهدينا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل مشاهدينا ومستمرين مع شاعرنا المميز، وأنا قلت لك في بداية الحلقة احنا طماعين مع المواهب الجميلة، فنسمع قصيدة. حاضر. تمادى صمتك الهادي علي وضاقت انفاسي، تمادى صمتك الهادي علي وضاقت انفاسي، تعبت رجح الكفة وساوي بين ميزاني، تألم بس هالليلة وأنا برضى على القاسي، وعد مني أحبك صدق ما دور على ثاني، حزين بنظرتك دايم ومخلص دوم بإحساسي، زرعت إحساسي الطيب على قلبك الفاني، رحيلك حيل ضايقني وزاد أوهام في راسي، وتركت الضيق يلبسني وعيش العمر وحداني، تعبت خاصم أحبابي وشوف الحزن متلاسي، تعبت خاصم أحبابي وشوف البعد وعاني، لذا رجع لي البسمة مليت الحزن كراسي، على أشياء ما تسوى تغنت بين خلاني، عجزت أنسى وش اللي صار، عجزت أكون متناسي، ترى جرحي عجز يبرى من إبهامك وخذلاني، لأني ما عرفت أكذب طحت وطحت متواسي، أساوي طيحتي دايم رغم بعدي وحرماني، أنا ما جمع عذاري ولا بين قوة باسي، لأن ما جاب قد يكفيك وانت عارف وين تلقاني. سلامتك. صح لسانك. صح الله لسانك. إذا بنتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي والصوتيات المرئية والسمعية، إحنا مثل ما تكلمنا إن خدمت ناس وايد،
بينت نقاط ضعف ناس وايد وبينت نقاط ضعف يعني شريحة كبيرة من المشاهير والفنانين. أنت بحسب رأيك كشاعر هذه المواقع إيش كثر أخدمت ناس؟ والله خدمت كثير من الشعر سواء تويتر وإنستغرام وسناب شات، بس كل واحد يكون له لعبة خاصة فيه. يعني في ناس تدقق بالتصوير، في ناس يبدع بالكتابة، صحيح، وكل واحد له مجاله خاص فيه. ممتاز، وهذا يمكن يجرنا لسؤال آخر. اليوم بعض الشعراء أصبحوا متميزين في السوشيال ميديا باستخدام التقنيات الجديدة، يحط مؤثرات صوتية، يحط موسيقى، يخليه مثلا الشاشة أبيض وأسود. يعني هذه الأمور اللي بالنهاية حالها حال يعني أي مجال ثاني تحتاج أنك أنت تتميز فيه. رأيك اليوم أنت بهذا النوع من التقنيات؟ شوف، حق لكل شاعر انه يضيف يعني ايجابيات بالفيديو يشد المستمعين والمتابعين، وهذا حق له، بس احنا انتقادنا يصير او مدحنا على القصيده فقط. صح، يعني انت اللي بتوصله ممكن الاهم التركيز على المعنى، تالي انت تركز على المعنى، اهم شيء عندك القصيده الفيديو، لكن بالنهايه في قصيده لازم تكون، يعني القصيده 90% و5% على الفيديو وعلى الاضاءه، وهذا ممتاز، اهم شيء القصيده. ممتاز. مثل ما تلاحظ الحين انتشرت الاغاني السريعه، وخلينا نقول الهبه، في اغاني يعني تنزل عند الشباب ويسمعونها كهبه ولها عمر مؤقت وقصير، يعني حتى يعني تلقاها لها فتره معينه وتنتهي. غير عن اول، يعني اغاني مالت اول لها للحين لها عمر ونسمعها وما زالت حتى الجيل الجديد قاعد يسمع الاغاني القديمه، فهل تتوقع ان هذا الشيء ما يخدمكم كشعراء؟ يعني انت كشاعر نبطي اول تنطلب، يعني مهم ان بالاغنيه تكون الكلمه لها وزنها وموزونه ولها روح بالكلمه، الحين فقدنا هذا الشيء بالاغاني، هذا الشيء ما ياثر عليكم؟ هذا الشيء ياثر، بس انه في شعار تايد الشعر الغنائي، يعني في شعار كبار في الساحه الشعريه تايد الشعر الغنائي، وفي شعار نفسي بسيطين ما يعيدون الشعر الغنائي. يعني ما فكرت انك انت تتجه الى مثلا المغنيين او تكتب مثلا قصيده ممكن؟ والله تكون بكل صراحه مغنية. ضد الاتجاه هذا، ما تفضل هذا الاتجاه. ممتاز، جميل. يعني تفضل ان يعني الكلمه تكون طالعه من احساسك وليس من احساس فنان يغنيها. هذا اللي يسعى فيه للامانه، يعني اتمنى يعني القصيده اذا انتشرت اي قصيده لي تكون يعني من لسان الشاعر الى المستمع، صحيح، ما يكون فيها يعني وسط شخص يدخل فيها ويحط له لحن ويجذب المستمعين. صحيح، وبعض يعني بعض ممكن القصائد اذا تغنت تفقد هيبتها واحساسها الشعري فعلا. ترى انا ما هاجم المغنين وكل احترام والتقدير، وهذه وجهه نظر، بس انا اختلف بوجهه النظر هذه. اذا ننتقل اليوم الى البرامج المسابقات الشعريه اللي دائما نشوفها هذه الفتره اصبحت كثيره، اكثر من جهه قامت تعلن عن مسابقه شعريه في البرامج، فاليوم فايز مين رايه بهذا النوع من المسابقات؟ بكل صراحة البرامج هذه كلها وسطات، كلها وسطات. يعني اليوم أنت قلتها بكل صراحة، فهل أنت حاولت وكان في رفض من هذا البرنامج بسبب أن أنت ما كان عندك واسطة؟ والله برامج كثيرة عشان واسطة وعشان شخص محسوب، محسوبيات عشان توصل إلى البرنامج، توصل لتصفيات معينة. اليوم وصلت لنا أنت البرنامج بغير واسطة، موهبتك هي اللي دخلتك على طول عندنا بالرأي، الحمد لله. لكن تجاربك السابقة في برامج أخرى فعليا أنت تشوف بأنها تحتاج إلى واسطة. أعرف ناس شخصيا بالاسم عانوا من مشاكل الواسطة، ظلموا مساحة بسبة الواسطة، فترجع إلى السوشيال ميديا، فيرجع إلى الانستغرام وتويتر، يمكن الله يكتب له رزق. والراي حياك الله بعيونك، الله يطول عمرنا، الله يخليك. وإحنا طماعين أكيد، فنبي نسمع قصيدة من قصائدك الجميلة. حاضر، حاضر. إحنا ودنا بس شوي نغير من قصايد غزل وعتب، ودنا شوي نغير. يلا. يقول ما كل رجال يهيم الطويلة، ما كل رجال يهيم الطويلة، وما كل من قال ارحبوا شب ضوه، ولا الكف ودايم يعسف الثقيله، ويدمح خط الصاحب علشان خوه الطيب يشكي منه، ما فيه حيله ما يذكر افعاله ولا قال سوه، وعنده حكم لا صار بالوقت ميله، وعنده مقاييس الوفا والمروه، ولا الردي ام خامسه لك فشيله، لانك مع الايام تعطيه جوه، سكب على شاربه واصنع فضيله، فضيلته متواصله للنبوه، وكل من زرع ذره بيلقى حصيله، وان كانها في الطيب بنقول توه، كلمه نعم كل ما تراها جليله، ما كل من هابد عليها تفوه، الطيب الطيب ترى تعتني له، لو كان يبعد عن مجالس ربوه، نصيحتي
لا الردى والرذيلة الطيب يبقى ورده دوم توه سلامتكم وانت طيب وكلك طيب يا فايز الله يخليك طول لي عمرك. اذا بنتكلم عن الامسيات الشعرية اول كان في يعني تقام امسيات شعرية ولها جمهورها فعلا وبالمسارح يعني لها جمهور الامسية الشعرية لكن الحين في الوقت هذا ما قاعد نشوف الامسيات الشعرية بحسب رايك شو السبب؟ الفترة الاخيرة اتجهوا الكثير الى اصبوحات اصبوحات يعيدون الاصبوح شنو الفرق بين الامسيه الشعريه والاصبوحات؟ ماكو فرق شعار وعريف كل شيء بس هذه صبح هذه صح هذا بس يعيدون الصبح عن الليل لكن فايز يعني في سابق اليوم في سابق لما تتكلم عن الاصبوحات الشعريه تتكلم عن شيء ثقيل وحضور وناس تنطر هذا اليوم وتستمتع في الشعر والامور هذه كلها اليوم هل الاصبوحات لا زالت في نفس المستوى ام قلت؟ للامانه على حسب الشعار يعني الحضور يعني احنا نعرف الحضور من الشعار منو بالبوست شاعر فلان وفلان ندري انه حضور اذا على حسب ولا قصور في الشعار بس ندري انه ما في حضور لكن اليوم احنا بحاجه لاصبوحات الشعريه تساهم خلينا نقول دمج الشعراء الشباب مع الشعراء اصحاب الخبره فاليوم هل هذا موجود في الاصبوحات الشعريه؟ للامانه لا الحين الشعار القيمه اختلفت نقدر نوضح يعني يعتمد على ايش كثر هو مشهور ايش كثر الناس يعني مثلا تستدعي شاعر وشاعر يقول لك انا كم فلاورز مالي وانت كم فلاورز مالك كل صراحه فهذا بس الاصبوحات الامانه هي اللي قاعد تسعى الفتره الاخيره الى انتشار الشعار صحيح الامسيات انتهت تعتبر ممتاز اذا بنتكلم عن مواهبك يمكن انا وريم نتفق على هذا الموضوع بان اليوم انت اكيد تمتلك مواهب كثيره لكن الشعر انت اللي قررت ان تبرزه للناس فودنا نعرف الهام يعني الهام اللي للشعر هذا اللي قاعد نشوفه هل انت من الناس اللي تشرب قهوه وتقعد تكتب شعر شوف لنا شاعر بدر الجيش قال لنا انا اخذ الطريق كله امشي على قولتهم ورايح على ما يني الهام شوف الأمانة كل شاعر له طقوس خاصة من أعرف طقوسك أنا طقوسي الهدوء الهدوء يعني أنا إذا كنت في مكان هادئ أعرف أني خلاص إذا رحت ما تروح الدوانية يا علج لا الدوانية إزعاج ما أقدر ما أكل هام أنا أحب مكان هادي وما في إزعاج عشان أقدر أخذ راحتي لأن أنت ودك تفكر في المعنى وفي القصيدة وتدقق في الوزن احتراما للمستمع المواقف الحياتية خلينا نقول أو اللي فيها إحساس أكثر ما تخلي فايز يكتب الشعر يعني موقف مؤثر شوفي للامانه دائما المواقف الحقيقيه هي افضل شيء وتكون افضل قصيده للشاعر هو يعترف فيها بلسانه يقول الموقف اللي صار لي كتبت عليه قصيده فلانيه صحيح وخذت شهره وخذت اعلام عليها صحيح اليوم الشعر اخوي فايز بالنهايه لازم تكون في ابيات موزونه القافيه الامور هذه كلها تحتاج الى يعني الموهبه هل تدعم في علم لازم الواحد يلجا الى دراسه هذا الموضوع ام الموهبه لوحدها راح تكون كافيه لا للامانه الشاعر مستويات يعني انا مستواي الحين مو نفس قبل 3 سنين مستواي الحين مو بعد 3 سنين قادمه فانت مجبور يا شاعر انك تنمي فكرك زين بالنسبه للشباب اللي يبي يقبلون بهذا المجال انا مثلا احب الشعر وعندي موهبه فشلون اوصل لمرحله اقدر ان انا اعلن عن قصيدتي لانها موزونه وبطريقه جدا ممتازه صحيح. وين اتجه شوف اخوي نصيحتك للشباب يعني شوف نصيحتي للشباب المشكله ان الشباب في الفتره الاخيره يسمعون قصايد وينعجبون في قصايد كثيره بالساحه ويتوقع هو توقع انه هو اذا كتب قصيده من اول قصيده راح يوصل لهذه وينشر قصيده وهذا انا انصحهم نصيحه اخويه لا تنشر قصيدك في البدايه يعني حاول ممارسه اقرا معلومات عرف مفردات عشان توصل اللي تبيه صحيح الابيات الشعريه في الصحف كان اول لها مكانها يعني اول ما تبطل جريده على طول نتجه حق الشعر هل تتوقع اكيد نتصفح شعر ونقرا وناخذ ونخطط بالقلم فتتوقع للحين ما زال مكانها موجود شوفي للامانه للحين ترى ينزلون الجرايد بس ما في احد يقرا الجريده خلاص تويتر حتى في جرايد وفرها لنا بروابط نقرا الجريده فما حد قام يدش تويتر قام يدش يقرا بالجرايد صحيح نسمع قصيده اكيد حاضر اوكي يقول الحب صوره في عيون المحبين الحب صوره في عيون المحبين والحب لهفه والمشاعر كثيره وان قلت برحل جاوبت دمعه العين وشلون ترحل والمشاعر غزيرة تبقين في عيني وللحين تبقين عنقا جميلة مترفة يا لميرة بنت السنع بنت الحلا شيخ تزين خلت بنات الكون تزداد غيرة من شفتها ما فرق الزين والشين حتى حلاها يختلف بالجزيرة لولا الحياة
والخوف والعرض والدين نكتب على كل الشوارع منيرة يا ملهمة فكرة القصايد على وين غبتي وغاب الشعر في كل ديرة محبوبتي تزوجت قبل عامين ونحمد الرحمن وأقول خيرة محبوبتي تزوجت قبل عامين ونحمد الرحمن وأقول خيرة خلاص برحل واذكر الحب بعدين واصور الدنيا على الاخره وسلامتكم. الله الله سلام سلام جميل. انت ختمتها بطريقه وبقصيده مؤثره جدا. الله يخليك طول عمرك فايز مير. الامانه تشرفنا في حضورك وابدعت اليوم في قصائدك الجميله. نتمنى نلتقي معك ان شاء الله في حلقات ثانيه. للامانه انا سعيد بتواجدي بينكم وغناة الراي في برنامج رايكم شباب البرنامج الاكثر انتشارا الفتره الاخيره. وعلم الله اني سعيد في تواجد بينكم. احنا اسعدك. الله يطول عمرك. كل الشكر لك فايز على وجودك معنا. فعلا استمتعنا في هذه الكلمه والاحساس الجميل. مشاهدينا اتمنى انكم استمتعتوا في حلقتنا اليوم وبالكلمات الجميله والشعر الجميل. نلقاكم على خير. الى اللقاء. مع السلامه.